إذن التقطت هذه الصورة التذكارية كما كنت أقول لتاريخ. الآن يسعدني أن أستضيف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. سيادة الوزير أهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. القارة الإفريقية قارة فتية. القارة الإفريقية يعني تضم الكثير من الشباب وفي قلبها مصر. دور الشباب في إحداث التنمية وإحداث الفارق والمشاركة الشبابية أنا شايفها هنا في مثل هذه المؤتمرات كثيرة أيضا. أولا إحنا شيء مهم جدا أن يكون في مؤتمر بهذا الثقل ويكون الاجتماع السنوي موجود. البنك التنمية الأفريقي، البنك المركزي المصري، تشريف فخامة الرئيس للمؤتمر كمان شيء مهم جدا، ورسالة من ضمن الرسائل اللي بتمحور الدور المركزي لمصر الحقيقة على المستوى الأفريقي. ودي القارة اللي احنا موجودين فيها وبننتمي إليها. أفريقيا أكثر من 60% فيها هي حجم التعداد السكاني للشباب، وده بيدي بوتنشال بلان أو نظرة مستقبلية على ما نقوم به من مجهودات في المجال الشبابي المصري. احنا كمان 65% من الشباب. الحقيقة عندنا خطة طموحة من خلال برنامجنا في الاستراتيجية الوطنية للشباب، وازاي استخدام التنمية البشرية المرتبطة بالاستثمار البشري في الشباب، وده خرج استراتيجية بناء الإنسان اللي أرثاها فخامة الرئيس. ده بينتقل إلى طبعا أفريقيا، وإزاي نحن نستثمر في الشباب الأفريقي في برامج متعددة الجوهرها بتعطي الولاء والانتماء إلى القارة. عفوا، هل في برامج متبادلية بيننا أو تعاون بيننا وبين شباب أفريقيا؟ في برامج كبيرة جدا. إحنا عندنا منحة ناصر يعني النسخة الرابعة اللي جاية للقيادة. الحقيقة برنامج مشهور جدا وكبير جدا للشباب الأفريقي. عندنا التبادلات الثنائية مع القارة الأفريقية اللي هي يعني خلاص إحنا ما بقاش اللغة أو رسالة الريادة، اللغة والرسالة إزاي نتعاون بفكر قوي، وإزاي ده بيفرض نفسه بالأنشطة اللي موجودة. الحقيقة كمان إزاي إشهار الشركات الستارت أب تكون يعني موجودة ما بين الشباب الأفريقي، وإزاي يكون في تواجد يعني بشكل كبير جدا. القارة الأفريقية ستظل بكر للاستثمار والتواجد، أكيد لازم يكون لنا دور، وده اللي إحنا يعني بنقوم به. أنا مؤخرا يعني الحمد لله كان في انتخابات كبيرة جدا لرئاسة الاتحاد الأفريقي للجامعات الحقيقة في المجالين الشباب والرياضي، الاتحاد أيضا بنقود الاتحاد الرياضات الإلكترونية وهكذا. فهذه التنظيمات احنا يعني موجودين، لكن في ان شاء الله يوم الخميس هيكون في جلسة كبيرة جدا عن الشباب والتنمية وايه مجريات التفعيل اللي هتكون موجودة. اكيد في بلان كبير جدا. احنا بنعد طاقة هائلة من الشباب المتعلم المصري ان هو يكون موجود. عندنا البرامج الثنائية والدبلوماسية الشبابية الحقيقة احنا بنوجهها بشكل كبير للتعامل في القارة الأفريقية. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا وكل التوفيق سيادة الوزير. شكرا، متشكرين جدا. شكرا جزيلا.